عقدت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها أو ما يعرف اختصارا بالبي دي أس مؤتمرها الوطني السادس تحت عنوان مزيدا من المقاطعة ومناهضة التطبيع وعزل النظام الإسرائيلي الاستعماري والعنصري. وناقش المؤتمر الذي انطلق في مدينة البيرة آفاق مناهضة التطبيع وتحدياته محليا وعربيا عبر ورش شاركت فيها قطاعات المعلمين والمرأة والشباب لتطوير دورها في المقاطعة ومناهضة التطبيع ورفضه. لا بالتأكيد حركة المقاطعة نجحت بشكل كبير بنشر ثقافة المقاطعة، وهذا واضح من طلبة المدارس والأجيال الأصغر سدا، والذي ينعكس بشكل كبير اليوم في المؤتمر الوطني السادس لحركة المقاطعة، والذي يأتي إطلاقا لأسبوع مناهضة الأبرتايد في العالم، والذي يعقد في أكثر من 300 مدينة وجامعة ودول متعددة كثيرة. وبالتالي نجحت حركة المقاطعة، ولكن هذا المؤتمر يأتي من أجل منهجة وعمل استراتيجيات أوسع لنشر الثقافة بشكل أكبر وأوسع في لكل قطاعات شعبنا الفلسطيني. انضم إلينا في الاستوديو المدير العام لمركز العودة الفلسطيني طارق حمود. رحب بك أستاذ حمود. خمس سنوات عملتم فيها وعمل فيها البي دي أس لمناهضة التطبيع، لمنع التطبيع، لنشر ثقافة ضد التطبيع أو رفض التطبيع، لكن في الخمس سنوات الماضية، في سنتين على الأقل الماضيتين، لاحظنا أنه كأنه كل هذا العمل لم يؤتي نفعا. بالعكس، هناك دول تهرول اليوم نحو التطبيع، وبعد ما كان تحت الطاولة كما يقال أصبح فوق الطاولة. طبعا من هنا تأتي أهمية مؤتمرات المقاطعة، من هنا تأتي أهمية التصاعد حركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم، التي باتت تشكل التهديد الأكبر، والتي اعتبرته إسرائيل التهديد الاستراتيجي. ربما أيضا أصلا وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أصلا قامت أساسا على فكرة مقاومة قضية المقاطعة التي تنمو عالميا. وبالتالي موضوع التطبيع، موضوع التطبيع يأتي جزء من منهجية إسرائيلية لمقاومة المقاطعة. لذلك إسرائيل استهدفت بعض الدول العربية المأزومة، استهدفت بعض المجموعات التي تعاني وربما تحتاج إلى مساعدة إسرائيلية في إطار ربما أزمة سياسية داخلية أو أزمة انتقالية فيما يتعلق بكرسي الحكم في بعض البلاد، لمواجهة حملة المقاطعة التي تتصاعد عالميا والتي سجلت أهدافا كثيرة في المرمى الإسرائيلي. يعني تعتبر أنه التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة الآن في الخليج وفي العالم العربي بصفة عامة هو نتيجة لحملات المقاطعة، بمعنى أنه الكيان الصهيوني وإسرائيل قامت بعمل مضاد للمقاطعة؟ طبعا إذا أردنا أن نقول بأنه اشتغال إسرائيل على موضوع التطبيع مع بعض الدول العربية المأزومة خلال الفترة القادمة، هي تأتي في إطار حملة محاربة المقاطعة التي باتت تتصاعد خلال الفترة الماضية، لكن أيضا من في إطار لكن هي تحقق نتائج في المقابل المقاطعة وكأنها تتراجع. لا، ليس بالضرورة، لأنه المقاطعة أصلا حركة شعبية وليست حركة رسمية، هذا مهم أن نتحدث عنه. ولذلك ربما المؤتمر الذي عقد في البيرة ربما أحد المآخذ عليه أنها عقد تحت أو في ظروف شبه رسمية في أشرف السلطة في السلطة الفلسطينية. ولذلك من التوصيات التي خرجت تقول بأنه المناظرة العامة مع شخصية إسرائيلية غير رسمية لا تعد تطبيعا، وهذا خطير جدا أن تتبنى حركة المقاطعة البي دي اس مثل هذه القضية. ولذلك جزء من السلبيات التي ربما قد تواجهها حركة المقاطعة أن ترتهن لبعض أجندات المكان الذي تنعقد فيه أو المكان الذي تنشط فيه. هذه مسألة مهمة، لكن في قضية التطبيع بشكل مؤكد أن الموضوع له جانبين، جانب إسرائيلي تحدثت عنه قبل قليل، لكن أيضا هناك جانب آخر متعلق بالبعد الرسمي العربي وبعض البلدان التي تهرول بهذا الاتجاه فقط من أجل حل بعض الأزمات الداخلية. بمعنى أن حالة التطبيع لا تأتي ضمن استراتيجية سياسية متعلقة ب كلية القضية الفلسطينية. بمعنى السلطة الفلسطينية عندما تقول البديل عن المفاوضات مفاوضات غبية، لكن بالنهاية استراتيجية تم تبنيها بشكل أو بآخر لمحاكاة قضية السلام أو المشروع السياسي لدى السلطة الفلسطينية. لكن عندما يأتي التطبيع من دولة ليس لها لا مشاركة في عملية السلام، ليس لها مشاركة في العملية السياسية، السقف الموجود عربيا هو المبادرة العربية للسلام في عام 2002، وبالتالي هذا التطبيع يأتي
بعيدا عن كل الاستراتيجيات العربية المتبنى للتعامل مع إسرائيل أو التعامل مع القضية الفلسطينية، وإنما فقط يحاكي أزمة داخلية داخل هذا النظام السياسي. نعم. طيب، النتائج المحققة في السنوات الماضية والنتائج المتوقعة أو المرجوة في السنوات القادمة من BDS مثلا؟ حقيقة كبيرة جدا، كما قلت بأنه إسرائيل الآن تبذل مليارات الدولارات لمواجهة حركة المقاطعة، وزارة الشؤون الاستراتيجية الآن تعمل بكل طاقتها لمواجهة هذا الأمر، لأنه سر حركة المقاطعة أنها تنمو في المجتمعات الغربية، هذا حيث يكون هناك نظام سياسي حليف لإسرائيل وراعي له منذ أن تأسست إسرائيل عام 1948، وبالتالي هناك تسمي إسرائيل بشكل مباشر معركة نزع الشرعية عن الاحتلال. نعم. وهذه قضية مهمة جدا. ربما حركة المقاطعة لم تحقق بعدا كبيرا فيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، على الرغم أنها هناك أرقام، لكن إسرائيل كونها تعتمد على المساعدات الدولية ربما لا تأبه لهذا الجانب بقدر ما تأبه إلى موضوع المقاطعة السياسية والمقاطعة الثقافية والفنية وغير ذلك. وما يمكن أن ينعكس فيما بعد على نزع الشرعية عن الاحتلال دوليا، خاصة أن هناك. طيب، اسمح لي بسبب ضيق الوقت فقط، هناك سؤال يتعلق الحقيقة بهذه الأجيال التي ستنشأ في ظل أنظمة مطبعة اليوم في المنطقة العربية. ما هي المعايير التي يمكن أن تستند إليها حتى تحدد قيمها ومواقفها الآن؟ أجيال شابة تفتح عينيها على تطبيع علني. أنا ربما أخالفك في هذه النقطة بأنه قد تكون الأجيال الشابة هي أحد رهانات حركة المقاطعة في المستقبل، لأنه الأجيال الشابة تعيش في فضاء مفتوح غير مرتهنة للمناهج المحلية، غير مرتهنة لأدوات الترويج المحلية التي اعتادت عليها الأنظمة الرسمية، وبالتالي هذا أحد يعني ربما يدلل على ذلك بأن حركة المقاطعة نشأت ونمت وكبرت بشكل كبير جدا وازدهرت في المجتمعات الغربية. نعم. المنفتحة المتحررة من كل قيود الرسمية. شكرا جزيلا لك طارق حمود، المدير العام لمركز العودة الفلسطيني.